واحد اثنين ثلاثة. السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد مثل ما عودناكم على طول، كل يوم يكون في فيديوهات، بس الفيديو اليوم مختلف شوية. فيديو اليوم هو عبارة عن دعم القنوات. مثل ما حكيت لكم اولي، قلت لكم اني راح اعمل فيديو عن دعم القنوات اللي مظلومين من المتابعين والمشتركين، اللي عندهم وما عندهم متابعين وما عندهم مشتركين. فاليوم راح انزل لكم فيديو قصير وصغير كثير، يعني بس انه دعم القنوات هدول، فما راح اشغلكم فيديوهاتهم كيف عم يلعبوا وهيك شغلات، مشان ما اطول بالفيديو بصراحه، لانه انا كمان ما عندي كثير وقت. فبتمنى من كلياتكم انه ما تقصروا مع الشباب، اللي راح احط لكم رابط قنواتهم بالوصف، تروحوا لعندهم وتشتركوا عندهم بالقناه وتكتبوا لهم تعليق حلو وتقولوا انكم من جيش قهرمان، و تصيروا تتفاعلوا عندهم كمان مثل ما عم تتفاعلوا عندي، ويعطيكم العافية ما عم تقصروا معي. فأشخاص اللي هن بدي اياكم تروحوا تشتركوا عندهم، شاب لبناني اسمه، عنده قناة اسمها ديت شوت، فبدي اياكم كلياتكم تروحوا لعنده على القناة وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا عندهم، مثل هلا انا عملت الغاء الاشتراك فبرجع بشترك عنده مرة ثانية، مو مشكلة. تشتركوا عنده بالقناة وتفعلوا زر الجرس لتشوفوا كل فيديوهاتهم توصلكم كل فيديوهاته وتشوفوا فيديوهاته القديمة. عن جد عندهم لعب بطريقة خرافية، وبيلعبوا جيمات حلوة، وعندهم تنزيل باستمرار بشكل يومي، وعندهم كيلات عالية كمان بنفس الشيء، وعندهم رومات، بيعملوا رومات كمان، وان شاء الله عن قريب راح يصيروا يعملوا جوائز كمان على الرومات الفائز وهيك شغلات، بس مو هلا حاليا هن راح يعملوه، بس لحتى يوصلوا لعدد معين من المشتركين. فاول شخص هو اسمه ديت شوت، ما بعرف جيمنج، هو شخص شاب لبناني. فبتمنى لكلياتكم تروحوا تشتركوا عنده بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتتفاعلوا معه. والشخص الثاني اسمه الزعيم محمد، فهو كمان كردي من منطقتنا، فكمان تعملوا له اشتراك وتفعلوا عنده زر الجرس ليوصلكم كل فيديوهاته وتشوفوا فيديوهاته القديمة. كمان بيلعب بطريقة حلوة، والزعيم محمد بيلعب بجيري سكوب كمان ومحترف فيها، وبيلعب بطريقة كتير حلوة ولعب سريع وكلات عالية، ويعني عن جد شخص، اشخاص بيستاهلوا يعني. فما بعرف ليش انه اشخاص اللي بيستاهلوا عندهم دعم قليل، واشخاص في منهم كتير اشخاص يوتيوبرية مهكرين اللعبة وبيلعبوها وعندهم دعم خرافي واصلين للسماء، فما بعرف لشو هذا الشيء. فبتمنى كلاتكم ما بتقصروا مع دول الاشخاص وتروحوا تشتركوا عندهم القناة وتفعلوا زر الجرس. والشخص الثالث اسمه الحوت، على قناته اسمه الحوت، اسمه نواف، هو من شخص من دير الزور. فبتمنى كلياتكم كمان تروحوا تشتركوا عنده بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد عنده، وتشوفوا فيديوهاته بيلعب بطريقة حلوة وعنده كيلات عالية، واشخاص يعني بيتعبوا على محتواهم وعندهم مونتاج كمان حلو لا بأس فيه. فشوي شوي بدعمكم لهم، فبيصيروا بينزلوا لكم شغلات حلوة كتير، وان شاء الله انا كمان ما راح يقصروا معكم. والشخص الرابع قلنا انه شو كان اسمه، نسينا الشخص الرابع شو كان اسمه، يمكن رومان. والشخص الرابع اسمه رومان قامشلو، كمان هو كمان عنده بينزل بشكل مستمر وعنده كيلات حلوة، بيلعب بطريقة حلوة. فبدي اياكم كلكم تروحوا تشتركوا عندهم القناة، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس عندهم كمان ليوصلكم كل شيء جديد من عندهم، وتشوفوا كل فيديوهاتهم السابقة وفيديوهاتهم الجديدة، وتشتركوا عندهم وتتفاعلوا عندهم مثل ما عم تتفاعلوا عندي. وبالنسبة للأشخاص اللي ما دعمتهم بهالفيديو هذا بعتذر منكم، لأنه دخلت على صفحاتكم فما في شيء منزلينه، يعني ما في شيء انه ما عندكم محتوى حلو لحتى ادعمكم عليه. حبيت ادعم اشخاص كبدايتي، انا كمان ما عندي مشتركين كثير، فحبيت ادعم اشخاص اللي عندهم محتوى لحتى يصير انا كمان عندهم يتبينوا بالساحه، يصير عندهم شويه متابعين. اما بالنسبه اللي عم يبعث لي قنوات، فراح احط لكم رقم الواتس خاص لدعم القنوات بالصندوق الوصف. بكره ان شاء الله فيديو بكره راح احط لكم رابط رقم الواتس، فاللي بده يتواصل معي مشان ادعم قناته فيتواصل معي على الواتس، هنيك بنحكي وكيف بدي ادعم قناته وشلون. فهلا حاليا اللي بدي منكم اصدقائي انه ما تقصروا مع هدول الاشخاص، وتروحوا تشتركوا عندهم وتفعلوا زر الجرس، بدي اشوف كم واحد بحبني وبدهم مصلحتنا،
يعني بيحبونا وبيحبوا المحتوى اللي نحن عم نقدمه. بدي اشوف كم واحد بيحبني اللي بيروح بيشترك عندهم، وبعرفكم كفو ما بتقصروا، وان شاء الله رح تتفاعلوا معهم مثل ما عم تتفاعلوا معي. وشكرا لكم اصدقائي، وبحبكم وتحياتي لكم.